بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد على مشعر منى في مكة المكرمة لقضاء يوم التروية والمبيت بمنى وسط منظومة من الخدمات المتكاملة. وخلال الساعات القادمة تستكمل قوافي الحجاج بيت الله الحرام وصولها إلى مشعر منى، حيث يمكث فيها الحجاج حتى بزوغ شمس يوم عرفة لبدء عمليات التصعيد. وللحديث أكثر من مشعر منى في مكة المكرمة معنا مراسل الحدث الزميل علي الشريف. صباح الخير علي وأهلا بك. كما نتابع في منظومة من الخدمات المتكاملة قامت بها السلطات السعودية، حدثنا أكثر كيف انعكس ذلك على عملية انسيابية الحج. صباح الخير جزيل. نعم بالفعل، يعني نحن الآن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية وكذلك الخدمية في داخل مشعر منى. هذه الخدمات بدأت منذ انطلاق خطة تفويج الحجاج إلى هنا إلى مشعر منى عبر تخصيص 7 مسارات تم تخصيصها لضمان وصول الحجاج بكل يسر وسهولة. أثناء قدومنا إلى هذه المنطقة شاهدنا التراصف الكبير وأيضا انتظام الحركة المرورية وعدم توقفها، وأيضا هناك عدد من المسارات داخل هذا المشعر مشعر منى تم تخصيصها للمشاة وأيضا لضمان سلامة الحجاج أثناء تحركاتهم داخل هذا المشعر. وأيضا هناك العديد من الخدمات الصحية التي بدأت باستنفار كافة طاقاتها وخدماتها أثناء في هذا الأثناء، وأيضا عدد من الخدمات التابعة لوزارة الحج والعمرة بالمراقبة الأخيرة والكشف عن الاستعدادات الأخيرة للمخيمات الحجاج. وأيضا هناك المنظومة تعمل بكل يسر وسهولة في هذه الأثناء. من المقرر أن تنتهي خطة تفويج إلى هنا إلى مشعر منى مساء اليوم، وأيضا اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى، وأيضا البدء بالخطة التالية تمهيدا لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات وهو يوم الوقف يوم الحج الأعظم. أيضا هناك الخدمات الصحية استنفرت فرقها الطبية والمراكز والفرق الراجلة، كذلك أوصت الحجاج في دليل إرشادها لأثناء هذه في هذا الأثناء لتواجدهم أثناء تواجدهم في الاتقاية من ضربات الشمس بشرب كميات كبيرة من السوائل. وأيضا كما نشاهد ونرى في هذه الصورة الحجاج هناك التزام كبير للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وأيضا التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية. أيضا هناك عدد من النقاط الأمنية التي تفرز المركبات وقصر الدخول هذه المناطق على الحافلات لضمان انسيابية الحركة وتنقل الحجاج بكل يسر وسهولة. نعم. ما هي علي النسبة المتوقعة هذه السنة من الحجاج التي ستمكث الليلة في مشعر منى حتى يتم تصعيدهم غدا إلى مشعر عرفات؟ الإحصاءات حسب مصادر تؤكد بأن من سيتم تصعيدهم إلى منى في هذا اليوم قرابة 800,000 حاج. بقية الحجاج هناك قسم آخر من الحجاج من يتوجهون إلى عرفة أو يتم تصعيدهم إلى عرفة مباشر في اليوم التاسع. أما وأيضا حتى هذه الساعة نشهد لا تزال المنافذ تستقبل الحجاج سواء الحجاج الداخل وحجاج الخارج. من المعروف في هذا الاثنان ان حجاج الاخر هم اخر الواصلين الى مشعر عرفات. وايضا بعد اكتمال وصول الحجاج يتم هناك من يتم تفويجهم مباشره الى عرفه، لكن هناك نسبه كبيره من وصول الحجاج هنا الى مشعر منى. كيف يمكن وصف الاجواء يعني بشكل مختصر من فضلك؟ حتى هذه اللحظة الأجواء ربما تكون في هذا الأثناء أو في الساعات القادمة تكون أكثر حرارة، لكن هناك عدد من وسائل التبريد التي عملت عليها أمانة منطقة مكة المكرمة بتخصيص الرادارات التي ترش، وأيضا هناك عدد من الطرق الإزفلتية التي تم تعبيدها بأحدث المواصفات لتخفيف من درجات الحرارة. هذا
في هذا الأثناء نشهد درجات حرارة كبيرة، لكن هناك وسائل كبيرة تم اتخاذها من قبل الحكومة السعودية للتخفيف من أثار الشمس على الحجاج في هذه الأيام.